مصفق حتى ننده شيطانا صغيرا شيطانا شيطانا بيبو هكذا. يعني في أول يوم من ولادته من وادي عبقر يعني مركز الشعراء والعبقر يسمي على وادي عبقر شيطان الشعر. لكن أنا الببو تبعي وشيطاني ما عرفش وين ولد ما هي جنسيته وهل جواز السفر انتهت صلاحيته لأستدعي شيطانا صالحا. كان السبب كارثة هذا الشيطان أباهم الأكبر أو جدهم هو آدم. طلب الله عز وجل أن يسجد لآدم ورفض وحلت عليه اللعنة. جدا وأبناء وأحفادا ونحن بهذه اللحظة عم ندفع كلفة هذا الصراع المستمر والسمودي الصراع ما بين الخير والشر.